خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن المعرض من دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الورد يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. يعني انا قلت كلام جميل جدا وقلت كمية انواع مختلفة من خيارات الطبيعة عندنا في المعرض، فلو تكلمنا اكتر عن المعرض وعن اللي هيكون موجود فيه السنة دي. يعني الحقيقة احنا شايفين جهود كبيرة موجودة في الفترة الأخيرة. احنا شايفين معرض زهور ربيع ده واحد من المعارض التاريخية في مصر. احنا بنتكلم على أكثر من 90 سنة معرض زهور ربيع بيتم إقامته، وهذا العام بيتم إقامة المعرض في المتحف الزراعي اللي أيضا له عبق تاريخي كبير، وشايفين قد إيه في يعني حضارة تاريخية عريقة للدولة المصرية في قطاع الزراعة، وده بيعبر عنها المتحف الزراعي. وكمان التاريخ اللي موجود لمعرض زهور ربيع ده ايضا بيدل على عراقة وتاريخ الدولة المصرية في هذا القطاع. الحقيقة هذا العام احنا اطلقنا على معرض زهور الربيع 100 مليون شجرة، وطبعا ده في اطار مبادرة السيد الرئيس لتوفير وزراعة الاشجار، مبادرة 100 مليون شجرة اللي اطلقها السيد الرئيس. صحيح. وبالتالي احنا في خلال المعرض احنا بنوفر الاشجار المثمره والاشجار الخشبيه واشجار الزينه، بتكون متاحه باسعار التكلفه، وده يخدم ويساعد في زياده العمليه او التوسع في الشكل الجمالي. فاحنا بنتكلم على تاريخ من خلال المعرض طبعا. بنتكلم على بيئه بنحافظ عليها من خلال المعرض، بنتكلم على اقتصاد لان نباتات الزينه والزهور وده يعني من الاقتصاديات الكبيره او من المجالات اللي تعتبر مجال اقتصادي كبير في قطاع الزراعه، بالاضافه لان كمان احنا في المعرض مش بس بنبيع نباتات الزينه، انما كمان بنبيع حتى كمان مستلزمات الانتاج زي ما حضرتك ذكرتي في تنوع كبير. احنا اكثر من 200 عارض موجودين على مستوى المعرض بيقدموا كل احتياجات المنتجين سواء من خلال الانتاج او من خلال التنوع في عمليه الانتاج، من خلال توفير النباتات مستلزمات الانتاج، كل اللي بيحتاجوه متاح من خلال المعرض. حتى الكتب الارشاديه والتوعويه موجوده ايضا في المعرض، وبالتالي ده بيساهم في ان المعرض يحقق ويؤدي الى يعني مزيد من التوسع في هذا المجال. هل في يا فندم شروط خاصه للعارضين السنه دي ولا اي حد يقدر يشارك كمشاركه كعارض يعني؟ العارضين احنا بنفتح باب المشاركه للعارضين، كل اصحاب المشروعات وكل من لديه قدره على المشاركه بنتيح له الفرصه ان هو يشارك، بل بالعكس ده بيعتبر بوابه لاتاحه فرصه لبيع المنتجات خصوصا طب. للشباب والمشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر يقدروا بيخشوا بيشاركوا في المعرض، ده بيعتبر باب كبير لتسويق منتجاتهم، خصوصا ان احنا بنشوف مشاركات دوليه كبيره صحيح. للمعرض، وبنشوف الوفود الاجنبيه بتيجي تزور المعرض بشكل مستمر. طب احنا عايزين نتكلم على مواعيد الزيارة للمعرض وأسعار التذاكر عشان السادة المشاهدين برضو يبقى عندهم علم بالموضوع ده. احنا يوميا الزيارة متاحة داخل المعرض من أول الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، مستمرين في استقبال الزائرين لمدة 30 يوم، ومش بس في المعرض عندنا نباتات الزينة ومسلسلات الإنتاج، إنما كمان معرض خير مزرعنا الأهالينا موجود داخل معرض زهور ربيع. علشان اللي جاي هيبقى يقضي يوم جميل من الساعة 9 صباحا للساعة 9 مساء، يشتري احتياجات بيته ويشتري احتياجات تجميلية له ويشتري كل اللي هو عايزه عشان يقدر ينفذ منظومة زراعية ناجحة ويستغل المساحات غير المستغلة في بيته. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة.